اللب السوري أو بذور عباد الشمس الرائعة وفوائدها: تقوي القلب وتحافظ على صحته وعلى الأوعية الدموية، تخفف من أعراض الربو والالتهابات، تحمي الجسم من السرطان، مضاد للأكسدة والسيلينيوم، تحافظ على عظام قوية وصحية، تحافظ على عظام قوية وصحية لوجود المغنيسيوم والنحاس، كما تحافظ على الجلد من أشعة الشمس الضارة وتحد من الإصابة بالشيخوخة والتجاعيد، تحافظ على الجهاز الهضمي، تمنع مشاكل القولون، كما تحمي الجنين من التشوهات الخلقية لوجود الفوليك أسيد والحصول على أسنان صحية ومضر للبول، وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم، تخفف أعراض المصاحبة للدورة الشهرية، تحمي الشعر من التساقط، فيها فيتامين هي، تحسين وظائف الجهاز المناعي، وفيه سيلينيوم يصنع المادة الوراثية التي تسمى DNA، يحتوي على جميع أنواع البي، ويتحكم بمستوى السكر في الدم، يقلل من ارتفاع ضغط الدم. الحصة اليومية 100 جرام الغير مملحة.